معكم الدراري، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم جبنا لكم طريقة جديدة من تركيا اليونان، يعني طريق بقاو محروق باش الدراري بارطاجيوها مع شرانكم. ان شاء الله توصلوا بخير وعلى خير، وكاع الناس اللي ما بغوناش نكملوا، والناس اللي ما بغوناش نوصلوا، والناس اللي ما بغوناش نحلبوا عباد الله ونحطوا الطريق. احنا معادين لكم هنايا بوت نبت، غنبقاو نحلبوا الطريق اللي كاينه، غادي نحطوها طريق جديده دابا. هذه كاينه من ديال اليونان باش تدوز اليونان، من تركيا اليونان، يعني طريق مضمونه، ولا تبعتيها غدوز 100%، تبعتيها غدوز 100%، تجيش حاجه من راسك، تحمل المسؤوليه ديالك. كاينه عاوتاني طريق من اليونان لالبانيا، تا هي جديده. كاينه من البانيا لمونتينيغرو جديده، من مونتينيغرو للبوسنه، عاوتاني من البوسنه كاينه السميشه، كاينه باش تدخل لطاليان، باش تدخل سلوفينيا، ومن سلوفينيا لطاليان، يعني الطرقان كاملين كاينين، كلشي هاد الساعات كاين. تهلاو دري فراسكم، تابوناو، فعلوا الجرس، وتلاقاو ديما في طرقان جداد. كما قلت لكم اخوتي في هذا الفيديو هذا غادي نشرح لكم الطريقه ديال الجي بي اس، يعني كيفاش تدخل طريق جديد هذه من تركيا ليونان، يعني بجي بي اس وبسميتو. هنا الضربه ديال الكرياج هذه شرحتها لكم في فيديو اخر، غتلقاوه تحت في الديسكريبشن، الوصف ديال الفيديو غتلقاو الطريق هذه. المهم غادي من هنا في راس بوسنه غتلقى هاد البيست، غديك ديريكت للكرياج هذه، هنا كتلقى واحد النقطه حمرين، الضربه زوينه ماشي بحال الكرياج طايح، الكرياج طايح لا علاقه، حاولوا ما تمشيوش ليه، هاد الضربه هذه زوينه. من هنا ملي غتدخل لسميتو غتخدم الجي بي اس ديالك، غادي دير بوينت بحال هكا، وغادي تمشي تقلب على كوموتيني، تقلب على كوموتيني وتمشي لها بحال هكا، كيعطيك هنا الفوق كيمشو، كيعطيك الراجل كيتمشى، كيعطيك الطريق هذا، هاد الطريق هذا اللي كيعطيك، يعني بحال هاد سميتو، هاد الطريق اللي غيعطينا دابا الجي بي اس متبعش 100%، دير يعني بحال العلامة غادي تعلم بها الطريق، فهمت، تعلم بها الطريق وغادي تطلع، متمشيش عليها 100%، لأنها كدوز على ميكا دير هادي الطريق، متمشيش عليها في الأول لما في التاني، حاول تيفي شوية الفيلاجات الكبار، متمشيش الفيلاجات الكبار، سير الفيلاجات الصغار اللي فيهم الجوامع وهذا، وارتاح الليل والصباح كمل طريقك، يعني ما تبقاش تماك اليوم نهار كامل حتى يجيبولك البوليس، يعني زيد بلا شي. هاو تشارج النافيغاتور دابا، ها هي الطريق عطاتنا الشي، ها هي الطريق كدوز على ميغا ديريو من هنايا، هذا ميكرو ديريو اللي غدوز عليه، فهاد القنطرة هنايا، فهاد القنطرة كيكون البوليس هنا، هاد القنطرة ديال الحديد هادي كيكون فيها البوليس، ردو فيها البال هاد القنطرة هادي، تجي نعلمها ليكم، يعني نتوما تقدروا فهمتي، تقدر عندك هاد الروبير هذا، هاد الإعلام باش تعلم بيه الطريق، ولا نتا تهبط من لتحت، تهبط شي لعيبة، يعني ميمكنش تمشي ليه ديريكت. حنا دابا الطريق جديد، انت وصلتي لكوموتيني، كوموتيني ماشي هي الهدف ديالنا، كوموتيني ماشي هي الهدف ديالنا، حنا الهدف ديالنا سيدي فيلاج كاين فوق كوموتيني، حنا غادي نعلمو كوموتيني عاوتاني، وما تدخلش كوموتيني، حاول بقى الفوق الفيلاج، الفيلاج سيدي هو التوكسيت، كاين هنا كاين فوق اكزانتي، هو هذا عقلو على السمية توكسيت، داك هو الفيلاج، يعني كدير ابي نافيغاتور كيعطيك ابي مع من تمشي، هنا فوق اكزانتي، حاول ما تدخلوش لوطوروت، هاد الطريق اللي عند لاطاشكم راه غير روبير، حاولوا نتوما دخلوا من سميتو، علاش حاولوا نتوما دخلوا من هاد البلايص هادو من الفوق، من هنا تحاولوش تمشوا مع هاد الشانط ولا شي حاجه، فهمتي كيفاش، حاولوا ديما دخلوا من الفوق حتى توصلوا لهاد الفيلاج هذا توكسيت، من هنا كاين حدا قريب لكزانتي هنا الفيلاج، يعني الواحد من يوصل هنا في الفيلاج، هنا كاينه واحد السكة ديال التران، هي هادي السكة ديال التران، هادي هي اللي غادي تركب منها، ولكن هنا ضروري ضروري هنايا انك توقف في التران يشوفك في السكة، الا ما شافكش ما غاديش يوقف، كيدوز تاع مع 8 الصباح وتاع مع 5 ديال العشية، عقلوا عليها، تاع مع 8 الصباح وتاع مع 5 ديال العشية، الا ما شافكش في السكة واقف ما تيوقفش ليك، يعني حتى ما كايناش كار هنا، هنا غير كتشوفك واقف مول التران، كيوقف لك كتدخل كتخلص الكونترول ولا كتخلص ليه البي، وتا انا كيدوز على دراما وكيوقف فيها وقال شي نص ساعه كيوقف في دراما. المهم الدراري ديال ضربه جديده باقا ما محروقاش، الفيلاج هو ما محروقش، بارطاجو مع شرانكم، الله يسهل على الجميع، الضربه باقا زوينه، لان اكزانتي دابا حرقوه شويه، اكزانتي فين هي اكزانتي، سانتي اخوتي هادي حرقوها شوية، انت هادي تحرقات، يعني الضربة الجديدة هي هادي، هادي هي الضربة الجديدة فهاد الفيلاج هذا، هادي هي ضربتكم الجديدة، هادي
هي الضربة الجديدة تشيك هذه اللي غتشوفوها، والله يسهل عليكم، بارطاجيو مع خوتكم، ولا كنتي جيت في القناة تابونا ومرحبا بكم. اي ضربة جديدة، اي حاجة غنحطوها لكم ان شاء الله في الفيديو. ان شاء الله راه غيكون عاوتاني ضربات جداد من البانيا، تدخل من ليونا لالبانيا، عاوتاني من البانيا للمونتينيغرو، ومن مونتينيغرو للبوسنة، ومن عاوتاني من البوسنة للكرواتيا، الضربة اللي تقطعوا داكشي راه كاملين جايين، لان الدراري كاين دابا في الطريق. اي ضربه دازو كيقول لي بوس راه ساهله، طريق زوينه، راه ما كاينش شي عوائق ولا شي حاجه، طريق سالكه. المهم هاد الضربه الاولى انا حطيتها لكم، الضربه الثانيه ملي غتوصلني غنشرحها لكم عاوتاني بالجي بي اس وغنحطها لكم. والله يسهل على خوتي، وان شاء الله تصوفي وتكونوا بخير ان شاء الله، وتحيه لكم وتهلاو ليا فراسكم.